السلام عليكم. فكرة الفيديو ازاي اعمل رينيم للدومين كنترولر، اغير اسمه من DC2022 ل DC01. ده اسم الدومين بتاعي DC-2022.company.local. عايز اعمل رينيم للاسم، هدخل على الباور شيل، واكتب نت دوم مسافة كمبيوتر نيم مسافة، اكتب اسم الدومين الحالي او الدومين القديم، مسافة سلاش اد، اكتب اسم الدومين الجديد، بعد ما كتبت اسم الدومين الجديد هيقول لي ان الاسم اتضاف والدومين كده بقى ليه اسمين، واحد DC-2022 والتاني DC01. الخطوة التانية هخلي الاسم الجديد هو البرايمري، فهكتب نفس الأمر واكتب اسم الدومين القديم مسافة سلاش ميك برايمري نقطتين فوق بعض مسافة، اكتب اسم الدومين الجديد. كده بقى الاسم الجديد هو البرايمري نيم، والسيرفر دلوقتي محتاج ستارت. بعد ما عملت الستارت هفتح الباور شيل، وهعمل ريموف للاسم القديم، هكتب نت دوم مسافة كمبيوتر نيم بكتب اسم الدومين الجديد، مسافة سلاش ريموف، واكتب اسم الدومين القديم اللي انا عايز امسحه، كده اتعمل للاسم القديم ريموف DC-2022. كده عايز اتأكد ان الاسم الجديد هو اللي موجود على الدومين عندي دلوقتي، الاسم اتغير وفي الفيزمو رول لازم اتاكد ان الاسم اتغير، وفي الاكتف دايركتري اتاكد ان الاسم اتغير. اخر خطوه هاجي اعديه الناس، هلاقي 2 ريكورد، واحد باسم الدومين القديم واحد باسم الدومين الجديد، همسح اسم الدومين القديم. شكرا.